وكيف ترى هذه الخطورة إذا ما أصر المسؤولون في إثيوبيا على الملء الثاني للسد؟ طبعا الخطورة بالسؤال الذي أشرت عليه سيد الفاضل، عشان نوريك أنه المفارقة في خطورة هذا التفاوض والمسار الذي تسلكه أثيوبيا. يعني الانتقادات الحادة أتت من الدبلوماسية السودانية عموما، الدبلوماسية تأتي بلغة منمقة وأنيقة لكن كانت واضحة، والسيدة الوزيرة دكتور مريم الصادق قالت يعني أنه أثيوبيا تتلكى وهذا بمثابة عدوان على السودان، هذا السد وهذا الملأ الأول والملأ الثاني يؤثر على حياة 20 مليون مواطن سوداني على شاطئ النيل الأزرق. سد النهضة في الملأ الأول مع التلكع الأثيوبي في المفاوضات والمناورات المعروفة والمعلومة للجميع يعني تسبب في ضرر بليغ في الزراعة، تسبب في ضرر في تدفق منسوب النيل الأزرق في سد الروسيريس، في خزان سنار، في التوليد الكهربائي، يعني سبب ضرر كبير جدا. والاتفاقيات الدولية تقول أنه يجب أن لا يقع ضرر على الدول المشاطئة للأنهار المشتركة، كل المشاكل تحال بصورة سلمية، تبادل المعلومات، يجب أن تكون هناك اتفاق ملزم. السودان يرى أنه بالضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم في تشغيل سد النهضة وفي التصريف وفي الملء ومواسم الجفاف، لكن أثيوبيا لا تريد أي اتفاق ملزم، تريد التلكؤ وتريد فرض سياسة الأمر الواقع، وشهدناها هذه في العديد من المفاوضات يعني، وآخرها هي تريد أن تمزق تماما كل الاتفاقيات السابقة الدولية لمياه النيل أو اتفاق المبادئ الذي وقع في السودان قبل 7 سنوات أو الاتفاقيات التي مر عليها جميع الرؤساء الأثيوبيين من زناوي إلى أبي أحمد الآن. يعني هم يناظرون وواضح أنه يعني في الآن هم الضغط الدولي الذي واقع عليهم الآن، يريدون يعني نوعا ما يصخروا إنهم يعني حياديين، يعني ندعو مصر والسودان إلى العودة إلى المفاوضات وليس ضرر هنالك سيقع على مصر والسودان. وعلى أرض الواقع هذا الأمر يعني غير موجود وغير ملموس. يعني أثيوبيا حتى في هذا السد غيرت سياساته وغيرت حجم التخزين في البحيرة، يعني من 6 مليار ل 11 مليار إلى وصلت 74 مليار متر مكعب. يعني التشكيل الكلي للسد حسب الطاقة التي ستنتجه من الكهرباء يجب أن لا يتجاوز الـ 12 مليار، يعني هكذا يقول الخبراء، لكن يتعدى الـ 74 هذه قنبلة موقوتة يعني لا يمكن السكوت عليها بهذا الأمر، يعني دون اتفاق ملزم حتى يعرف جميع الأطراف يعني مسارها. يعني عظيم. طب الأمر شائك جدا ومعقد إذا صار بهذا الأمور، يهدد أمن وطني سوداني ويهدد أمن مصري وسيشعل المنطقة، يعني يشعل المنطقة صحيح. يعني ستجلب يعني الحريق كما في الدول الحوالين.